إلا الرسول، فما أنتم وإن عظمت حرية الرأي أنداد له أبدا. تبت يدا كل علج من رعيتكم، هزا به مبغضا أو ناله حسدا. فما يشين به إلا أهين به، تاريخ سيرته في الكون قد شهد. والناقمون عليه من لآمتهم، هل أنت تبصر من أقزامهم أحدا؟ ففي مزابل تاريخ الخنا اندثروا، أما الرسول فوجه المشرق أبدا. ونعل سيدنا أسمى بقيمته، من الذي روج الأفكار واعتقد. سيضحك اليوم مغرورا بفعلته، وفي غد يعرف الكذاب ما حصد. ودولة كل ما فيها يشين به، لا كرم الله واليها ولا البلد. والمسلمون على تعداد كثرتهم، يفدونه الأهل والأموال والولد. ما في اليدين سوى حرف أجود به، يا سيدي يا رسول الله معتقدا. بأنه نصرة، والظن في ثقة في أن أفوز بها يوم اللقاء غدا. الفوز نصرتكم، والعز صحبتكم، إذا وقاني يا ربي رحمة مساء.